إقامة هذا المؤتمر المهم. أنتقل إلى الأخت هدى النصار، والحديث معك سوف يركز على هذا المعرض الذي يقام لأول مرة ويصاحب المؤتمر. حدثينا عن هذا المعرض من حيث طبيعة هذا المعرض، المشاركين في نوعية المشاركات. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد أول مرة تقيم الجمعية الكويتية معرض علمي مصاحب للمؤتمر. بالعادة المؤتمرات السابقة كانت ما لها أي معارض علمية. المعرض العلمي هذا تكونت للجنة تم الترتيب له من عدة أشهر، ولله الحمد أعضاء اللجنة كلها من الشباب الكويتي، أعضاء الجمعية الكيميائية الكويتية لهم دراية بالصناعات البترولية والبيئة، فكانوا خير سند لإنجاح هذا المعرض. المعرض هذا شاركت فيه الشركات الراعية، شاركت فيه العديد من المؤسسات نقول الحكومية والخاصة من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الأبحاث، مثال على ذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي كراعية، شاركت بعد أيضا من القطاع الخاص للجامعة الأمريكية بالشرق الأوسط، وكذلك شاركوا فيه العديد من الشركات في القطاع الخاص، منها شركات الكثير محلية لها وكالات عالمية للشركات اللي تفيد في مجال صناعة البترول والبيئة، وكذلك في شركات دولية ساهمت. نعم. ولله الحمد يعني كان كيوم أول وافتتاح الكل أثنى عليه. الحمد لله. أنتقل إلى الأخ مرزوق الشمري الحقيقة، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا اتخذتم من الصناعات البترولية والبيئة شعارا لهذا المؤتمر؟ على ماذا تعولون، ومدى أهمية هذا الشعار في انعكاسه على الأوراق العلمية وعلى المؤتمر ككل؟ طبعا هو التركيز للجمعية الكيميائية خلال المؤتمرات اللي فاتت مع المؤتمر هذا كان يركز على الجانب الصناعي، وأيضا المؤتمر هذا يمكن كان فيه تركيز أكثر على الصناعة البترولية تحديدا وعلاقتها طبعا المهمة مع اللي هو البيئة. فطبعا هذا كمحور مهم من ناحية الصناعة البترولية ومن ناحية البيئة، ها يحتاج أن يكون فيه تركيز أكبر عليه، بحيث أنه يكون المخرجات هذا المؤتمر من توصيات تطلع بعد نهاية المؤتمر إن شاء الله يكون لها الفائدة المرجوة في عملية معالجة أي آثار سلبية تخرج من هل الصناعة تجاه البيئة، وبنفس الوقت يكون في ترابط قوي بين اللي هو الصناعة البترولية مع البيئة، لأن الصناعة البترولية عندنا لله الحمد بالكويت طبعا كصناعة يعني مهمة وهي عصب الحياة عندنا، أيضا عندهم جانب مهم في التركيز على قضايا البيئة، بمعنى أنه في حرص طيب وفي يعني مشاريع جدا جبارة قامت فيها اللي هو الصناعات البترولية من أجل المحافظة على البيئة وعدم التأثير عليها. فمن هالباب هذا ركزنا على هالجانب هذا لإبراز دور هالصناعة، وأن عملية التأثير السلبي يكون في أقل الحدود. نعم. هذا يأخذنا إلى محور آخر مع الأخت موزة الشامسي، وأنتم رئيس للمجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب، وأيضا من دورك رئيسة للجمعية الكيميائية الإماراتية، وترحيبنا البالغ في وجودك بيننا في هذا المؤتمر الهام والكبير لأكثر من دورة. الحقيقة يتبادر إلى الذهن، ماذا عن التعاون الخليجي في هذا الصدد، ومجتمعاتنا الاقتصادية في دول الخليج تعتمد اعتماد كبير على الصناعات النفطية وما لها من انعكاسات وتأثير على البيئة؟ طبعا يعني مثل ما ذكرت حضرتك دول الخليج العربي طبعا هي دول بترولية، فصناعات البترولية هي عصب الحياة والتجارة والاقتصاد في دول الخليج العربي. كاتحاد الكيميائيين العرب طبعا هناك جمعيات في دول الخليج العربي، جمعيات كيميائية مثل الجمعية الكيميائية الكويتية، الجمعية الكيميائية السعودية، الجمعية الكيميائية الإماراتية، الجمعية الكيميائية البحرينية، وحاليا أيضا أنشئت الجمعية الكيميائية القطرية، ونأمل أيضا أن بتكون في القريب أيضا الجمعية الكيميائية العمانية. فنلاحظ أيضا حتى قبل إنشاء هذه الجمعيات يعني هناك تواصل كبير بين الكيميائيين في الخليج العربي. حتى اليوم لاحظنا أن هناك أوراق يعني كانت ورقة عمل من جامعة الإمارات
وأوراق عمل من الجامعات الخليجية الأخرى. فهذا يدل على أن نفس الفكر، نفس الاهتمام، نفس ما يتوارد حول البيئة واهتمامنا بالبيئة في مجتمعنا الخليجي كبير جدا، يعني التعاون كبير جدا. والدليل وجود اليوم أخوة من معظم دول الخليج موجودين اليوم في هذا المؤتمر. أيضا هناك مؤتمرات ينظمها اتحاد الكيميائيين العرب، وسيكون هذا المؤتمر إن شاء الله في شهر إبريل إن شاء الله في أبها في السعودية. هذه المؤتمرات بيكون هو المؤتمر 17، يعني فهذه المؤتمرات طبعا سواء كانت على نطاق الخليج أو على نطاق الوطن العربي تخدم البيئة الخليجية وتخدم البيئة العربية بشكل كبير. يعني نعم التعاون نعم طبعا كبير والتواصل كبير بين التعاون موجود وموصول نعم تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس نعم التعاون لدول الخليج العربية نعم من خلال الجهات الرسمية نعم، ولكن ما يقصد هو دور القطاع الأهلي والقطاع الذي يمثل جمعيات النفع العام نعم لخدمة المجتمع. أيضا نحتاج طبعاً أن نسمع يوم عن هذا التعاون أكثر. أيضا هناك مبادرات من كل جمعية كيميائية في دول الخليج العربي لمثل هذه، هناك مسابقات حول حماية البيئة، هناك يعني روبوت يصمم في بعض الجمعيات ويعتبر هذه كمسابقة حول كيفية حماية البيئة، كيفية التخلص من النفايات، كيفية إعادة تصنيعها. كل هذه الأشياء يعني موجودة كمبادرات ودائما تعرض في الجمعيات الكيميائية وجمعيات ذات النفع العام. لكن كمؤتمر كبير يعني نتمنى إحنا أن يكون، يعني إحنا قدرنا نسوي مؤتمرات مشتركة على مستوى الوطن العربي عن طريق اتحاد الكيميائيين العرب، لكن أيضا نتمنى يكون هناك مؤتمرات تأخذ الطابع الخليجي نعم لأن نعم لنا نفس القضايا، وهذا نفس ما قصدت وهذا اللي احنا نتمناه نعم يعني نعم. وبدت طبعا في هناك يعني بعض المؤتمرات إن شاء الله القضايا تتطور نعم إلى أكثر تعاون وأكثر توثيق لهذه الجهود تكون متكاملة نعم إن شاء الله نعم بإذن الله. الأخ الدكتور حسن، لو نبسط للمشاهدين دوركم الحقيقة في بحث وتحليل موضوع علاقة الصناعات البترولية والكيمياء، وكيف الكيمياء تخدم تطوير الصناعات البترولية لنحافظ على البيئة، هذه المعادلة أنتم كيف تبحثونها في المؤتمر؟ هو يعني ما بالغ إذا قلت تقريبا 90% من الصناعات كلها بدت من معادلة أو ممكن من أنبوبة اختبار في يد كيميائي. هي أغلب الصناعات الكبيرة بدت تبتدي في مستوى بسيط، فكرة يتم إثباتها بالمختبر، تصعد إلى مستوى أعلى إلى مستوى أعلى إلى أن تصبح صناعة. فبدون المفهوم الأساسي للكيمياء صعب أنك توصل للمستوى الأعلى. الشيء الثاني اللي نحرص عليه الحين اللي قاعد نشوفه في الأوراق العلمية الحالية إن قاعدين يرجعون بالصناعة إلى المستوى الجزيئي. يعني بدل ما أخذ أنا المنتج كصفة عامة لا ابتدي اشوفها على مستوى جزيئي على مستوى صغير، اقدر افهم شنو قاعد يصير داخل بالعمليات الكيميائية بين يعني لما انتج لي وقود كمية الكبريت فيه قليلة احتاج مواد حفازة، افهم التفاعل اللي يصير فيها على مستوى جزيئي اقدر اوصلها الى اعلى مستوى معالجة بأقل احتياجات للطاقة، مثلا أقل حرارة أقل ضغوطات، لأن الحرارة أحتاج وقود، الوقود راح يطلع لي انبعاثات راح تأثر البيئة، فإذا قدرت أسوي تفاعل على حرارات أقل معناتها أقل الانبعاثات، معناتها أحاول أنتج منتج صديق للبيئة وأنا أصلا بإنتاجه أصلا ما ضريت البيئة. نعم فهذا المنظور إذن الكيمياء هي محور مهم جدا وأساسي طبعًا تدور حول الصناعات البترولية والبتروكيماوية والصناعات التحويلية اللاحقة طبعًا. نعم هذا أيضا ينقلني إلى سؤال آخر مع الأخت هدى النصار. حدثتين عن تعريف المعرض وأهمية هذا المعرض، ولكن لماذا هدفت الجمعية الكيميائية الكويتية وبالتحديد في هذا المؤتمر إلى إقامة هذا المعرض النوعي؟ طبعا من اسم المؤتمر صناعة البترولية نعم صناعات نعم البترولية والبيئة نعم. طبعا احنا في دولة الكويت عندنا من الرعاية السامية اهتمام صناعة البترول،
كمصدر أساسي لدول مجلس التعاون والكويت. فاهتمينا أن إحنا يصاحب بس معرض، يعني مو بس إنه مؤتمر، إنه يكون معه معرض. المعرض هذا من أهدافه أو من الفوائد اللي نهدف لها أو نطمح لها، رقم واحد إحنا عندنا مجموعة من كوكبة من العلماء من دول مجلس التعاون مقدمين أوراق علمية ويايين في زيارة للكويت، فهذه فرصة أن تتيح لهم يطلعون على إنجازات دولة الكويت في هذا المجال، سواء من دراسات، سواء من أبحاث، سواء من سوق محلي شنو يتوفر عندنا، الوكالات العالمية واتصالاتنا معها. ففرصة أن يكون هناك نوع من التعاون بيننا وبين علماء الزائرين في تطوير البحث العلمي، في تطوير البحث الأكاديمي، في إيجاد تطوير الصناعة البترولية عندنا، إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئية الموجودة في دولة الكويت. نعم، هذا نعم. رقم واحد. رقم اثنين، حتى الكيميائي اللي ونذكر ونؤكد من خلال حديثك الحقيقة أن هذا المؤتمر في 200 عالم وباحث ومتخصص يزور الكويت الآن حاليا لحضور هذا المؤتمر. نعم، بس احنا مو هدفنا كجمعية كيميائية كويتية العلماء اللي برا الكويت، يهمني انا الكيميائي اللي موجود في الكويت اللي داخل الكويت. نعم. فرصة نعطيه ان يطلع شنو في السوق المحلي، شنو عندنا شركات ممكن تقدم لك خدمة، شنو عندك شركات ممكن تقدم لك أجهزة تساعدك في أنك تعرف أحدث التقنيات وأحدث الأجهزة الموجودة سواء في الكويت أو عن طريق وكالاتها العالمية، تساعدك ككيميائي أنك ممكن تعرف شلون تختار الأجهزة المناسبة عند اختيارك في مجال العمل، شنو الأحدث والأحدث. نعم. أعزائي المشاهدين، أيضا هناك قلق ربما موضوع الصناعات البترولية البتروكيماوية، الصناعات اللاحقة المتعددة التحويلية وعلاقتها بالبيئة. نرجو أن نوضح الأخ مرزوق الشمري الحقيقة كرئيس للجمعية الكيميائية الكويتية، هل نحن نعاني من مشكلة بيئية أم أنتم تريدون الأفضل في البحث عن أحدث وأفضل الأساليب والوسائل والطرق المستقبلية والتكنولوجيا لمعالجة قضايا الصناعة البترولية والبيئة؟ طبعا هي الجهود البيئية على مستوى الصناعة النفطية هي جهود كبيرة، بالإضافة أنه وجود هالباحثين، وجود أوراق العمل الموجودة راح تساعد على أيضا البحث عن يعني حلول متطورة، حلول حديثة ممكن تكون في أماكن شتى في العالم هذا، بحيث أنه ممكن تستقل في علاج بعض القضايا اللي تكون يعني عالقة. ولكن بشكل عام الصناعة النفطية يعني يشكرون القائمين عليها على الجهود الجبارة لهالمعالجة هذه. القضايا اللي هي الأخرى المؤثرة احنا عندنا حرص، وهذا سبب اللي حطينا محور البيئة مع الصناعة النفطية، انه يكون في تركيز على القضايا البيئية اللي لها أثر على بيئتنا. نعم. فنتمنى ان شاء الله في نهاية المؤتمر وبخروج التوصيات من هذا المؤتمر وهذا، انه يعني تعالج القضايا اللي راح تكون عالقة فيما يخص اللي هو الجوانب البيئية، لأن هي العنصر الأهم والمخرج. نعم. الرئيسي بعد اللي هو الصناعة النفطية. تحدثت عن التوصيات، لو تلقي الضوء على بعض التوصيات بشكل عام التي ربما خرجتم منها في المؤتمر الأول والثاني. طبعا هي أي مؤتمر لازم في نهاية المطاف تخرج توصيات، فطبعا في المؤتمر الأول كان في توصيات متخصص فيما يخص اللي هو الصناعة وأيضا اللي هو الطاقة البديلة، وهي طبعا أرسلت إلى الجهات المعنية فيما يخص كل واحد فيما يخص طبعا اللي هو التوصية اللي هو معني فيها اللي طبعا هالمعالج، بالإضافة طبعا التوصيات اللاحقة راح تطلع إن شاء الله من خلال المؤتمر هذا العام، أيضا راح يتم تعميمها على الجهات المعنية أيضا لمعالجتها والاستفادة منها التوصيات هذه. نعم. نسأل الأخت موزة الشامسي وتطلعاتها وتمنياتها في هذا المؤتمر لنوعية معينة من التوصيات. طبعا المؤتمر في يوم الأول كانت أوراق العمل طبعا يعني متسلسلة ومنسجمة. في البداية كانت هناك صورة تاريخية عن تاريخ الكويت والصناعات البترولية وكيفية اكتشاف البترول والصناعات القائمة عليه وإلى آخره. ثم بعد ذلك جاءت أوراق العمل اللي هي وضحت الصناعات البترولية وكيفية التخفيف من بعض المواد الضارة التي قد تكون يعني مثل الكبريت وغيرها. جاءت أيضا ورقة حول البيئة وكيفية يعني ما هي القوانين